مخرج متميز في المسرح القومي، اتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية سنة 2008 في قسم التمثيل والإخراج. مثل كمان في مسرحيات كتير وأخذ جوائز كتير، منها جائزة أفضل ممثل في مهرجان المسرح المصري، مهرجان نقابة المهن التمثيلية. شارك مع الفنان نور الشريف ضمن الوجوه الجديدة سنة 2009 في مسلسل متخافوش، واشتغل مع نور الشريف في مسلسل عرف البحر وفيلم بتوقيت القاهرة، وأخيرا في مسلسل الاختيار. ولما أقول لك واحد من اللي زعلانين منهم في المسلسل اللي أنتوا أكيد عرفتوه، عماد عبد الحميد، الدراع اليمين لهشام عشماوي، واللي فضل طول الثلاثين يوم يقول علينا طواغيت. صباح الخير الفنان الكبير عابد عناني، صباح الخير عليك. صباح الفل. هتفضل تجني ثمار اللي عملته فينا، يعني احنا مضطرين. للأسف للأسف، بس يعني ما تقولوش بتكرهوني، بس أهم حاجة. لا بالعكس، احنا بنحب الفن الحقيقي اللي بيوصلنا ان احنا نصدقك قوي كده. ربنا يخليكي. أولا خليني أوجه تحية للتلفزيون المصري وشكرا على مكالمتك ليا، وأبارك لغادة. ازيك يا غادة، عاملة ايه؟ صباح الفل. صباح الورد، ألف مبروك. مبروك على المسلسل العظيم، الله يبارك فيكي. مبروك ليك وانت وانتي وحافظ ومها، و عاملين شغل حلو جدا جدا جدا، وانا كنت مستمتع جدا بالمسلسل بصراحه. يعني السنه دي الحمد لله في شويه حاجات كده الواحد كان فرحان بيها، فخليني اقول لك الف مبروك. وواضح جدا ان انتوا تعبتوا علشان تعملوا حاجه مهمه جدا، ورب دايما كده في تألق. ربنا يخليك، ومبروك على الاختيار. انتوا عملتوا اهم عمل يعني من 100 سنه ولا حاجه طويله. ده حقيقي. الحمد لله. طيب انا عايز ارجع لعماد عبد الحميد، عشان اللي شاغلني جدا انه بالتاكيد كفنان ليك تاريخ برضو من الكفاح، اذا ينفع نقول كده. احنا السنه دي شفنا وشوش حبيناها جدا، واكتشفنا انهم اصلا محترفين من سنين طويله. لسه كنت بشارك الفنانه غاده بده، ما كنتش قلقان من انه عمل كبير، وطبعا كنت عارف انك هتتصنف ارهابي على طول، ولا فكرت فيها ازاي؟ لا يعني مش لدرجه قلقان، يعني كنا عارفين طبعا واحنا بنصور ان الشخصيات دي بالذات يعني هيبقى في نوع من انواع التوحد معاها، لان انت بتتكلمي عن سيره بطل، فطبيعي جدا انه الناس هتحبه وهتتوحد معاه، فالانتي بتاع ده لما هيحصل هتبقى تكرهي الشخصيات الثانيه. طبعا ما كانش توقع للدرجه دي، لانه بصراحه بالذات مع عرض الحلقات الاخيره خلاص بقى الناس كانت فعلا مستنيه الشر يموت. يعني بقى في ناس بتقول هم هيموتوا امتى؟ احنا هنفرح فيهم امتى؟ احنا هنتخلص منهم امتى؟ فالموضوع كان فيه شويه زياده عن ما كنا متوقعين. بس يعني ده العادي ان انت لما بتعملي شخصيه فعلا بتبقي عارفه انه في اثار جانبيه كده هتحصل، من انه الناس هتبقى بالذات زي ما غاده كانت بتقول دلوقتي انه العمل ليه طبيعه خاصه، يمكن بقى لنا كتير جدا ما عدناش. الشعب المصري كله بقى ليه تمثيليه الساعه 9 تيجي لازم يتفرجوا عليها، لانه مستنيين يشوفوا ايه اللي هيحصل فيها. فيمكن الطبيعه الخاصه للمسلسل دي خلت الناس تتوحد زياده عن اللزوم مع او بصراحه هي من زياده عن اللزوم، يعني تتوحد قوي مع اللي بيحصل، فالكره كان شديد قوي، فاحنا مستخبيين يعني. الحمد لله. يعني ربنا يعينك على انه الناس تبقى قادره تميز ان انت فنان شاطر، عشان كده صدقناك. انا عايزه اسالك حاجه ليها دعوه بتسكين واختيار الشخصيات، المخرج الشاطر جدا بيتر ميمي، فكره ملامحك الشكليه اللي مش جايبه ارهابي خالص، شخص ديسنت جدا وممكن يعني نحبه في الحياه العاديه، لكن تم تسكينك على انك ارهابي في 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 لمحه. فكره ذكيه جدا، ان احنا مش كل الارهابيين طول الوقت شكلهم باين عليه انهم ارهابيين، فاحكي لي التفصيله دي كانت مقصوده؟ اعتقد ان هي الفكره اساسا كانت من الكتابه، كانت في انه الشخصيات ما تبقاش نمطيه، يعني ما يبقاش في تمطيط للشخصيات دي بالذات، انه يبقى في مواصفات مثلا شكليه معينه اللي احنا متعودين عليها في الدراما سواء التلفزيون او سينما، للشخصيات اللي شبه كده، انه بيبقى شكلهم عامل كذا ولبسهم عامل كذا وطريقه كلامهم عامله كذا، اللي هو ايه الحاجات القديمه شويه. يعني كان في رغبه في انه يبقوا بني ادمين عاديين حتى في الكتابه، يعني مش باهر كان
انا لما قريت بصراحه اول 12 حلقه كده اما قريتهم حسيت مصيبه يا ادم. انا بقى اتفق اختلف مع اراءه وافكاره واهدافه، ولكن في الاول وفي الاخر بني ادم لحم ودم، عنده منطق وعنده تاريخ وهو بيعمل كده ليه وعنده اهداف عايز يوصل لها. فاعتقد ده انسحب على طبيعه تسكين الادوار، ان احنا طيب تمام احنا عندنا شخصيات لحم ودم، هنجيب ممثلين عاديين يعني مش برضه مش نمطيين، مش حد هيجي يقول قال الله وقال الرسول وخلاص يعني مش حد هيجي يتكلم بطريقه معينه محفوظه، لا احنا بنعمل شخصيات عندها افكار وميول واهداف فتتلعب عادي وبتعمل ده بناء على قناعاتها، يعني ده كان واضح جدا. بالظبط يعني حتى الشخصيه بالنسبه لشخصيه عماد عبد الحميد، الشخصيه دراميا عندها كل حاجه، عندها تاريخ سواء اذا كان هو كان زمان من عيله ارستقراطيه وكان عنده احقاد على الجيش وكان في قلب المؤسسه العسكريه، لكن هو بيكون ضغين ما للمؤسسه العسكريه، وبعد كده الافكار اللي اعتنقها وبعد كده تعبيره عن الافكار دي، وان هو يخرج من الجيش وبعد كده يحاول يستقطب هشام عشماوي وبعد كده يسافر سوريا وينضم فانت عندك شخصيه مبنيه واحده واحده بافكارها بطموحاتها باطماعها. فكان اعتقد انه ده مخلي الموضوع يبقى متصل لانه تمام انه ده دي بني ادمين عاديه، ده بني ادم يعني حتى كان عنده ملاحظه باهر تدار في الكتابه، المشاهد اللي في الحلقات الاولى اللي بيبقى قاعد بيقنع فيها عماد عبد الحميد هشام عشماوي بارائه بيقول له لا يلا كان عنده حجه قويه ما تخرجش امني وبتاع، انه بيقول دايما يظهرون في لبس عادي في قاعدين في كافيه في لبس عادي بلبس عادي حتى مش مميزهم ان انت اول ما تشوفي تقولي ايه ده ارهابي نمطي ده واحد عنده افكار تكفيريه. فاعتقد ان كان ده مقصودي ده حقيقي. واكتر حاجه بقى يعني عايزين نسالك عليها ونطمن عليها ثمن العربيه الفيرنا، يعني مش ممكن تعبان كان في لطيف جدا يعني على مدار الحلقات والله دي من ضمن الحاجات برضو اللي لما قريتها حسيت ان انا شفت الشخصيه. يعني انا لما قريت التفصيله دي في الحلقه السابعه لما بيقول اول ما قالوا له سيب العربيه علشان انتم متراقبين وبتاع، فبيقول له انا سبت العربيه وما قدرتش اعمل مشكله رغم ان انا مش عارف ايه، فعدت عليا عادي. في الحلقه ال 12 لما جه بقى بيقول لهم انتوا راكنني على الرف وبقى لي فتره طويله ما بنفذش حاجه حتى ما بطلعش في المراقبات وبتاع، بيقول له خلاص احنا عندنا خبر ليك احنا هناخد العربيه بتاعتك. فايه ده؟ استنى كده المشهد اللي جاي. فلقيت بقى مشهد طويل جدا وضحكت جدا، بس هو المشهد مش كوميدي يعني بيقول له بيتكلم مع هشام بيقول له لا انا جاهد بنفسي لكن ما جاهدش بمالي، فيقول له ده الصحابه في الاول كانوا بيجاهدوا باموالهم، يقول له لا الصحابه كانوا مستضعفين ساعتها وما كانش عندهم اموال، لكن احنا دلوقتي لو عايزين عربيه يدفعوا ثمنها. فدي ده بني ادم جدا 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 وعنده منطق ناحيه الفلوس وبيضعف ناحيه حاجات. فلا لكن يعني انا عايزه بقول لك الله يكون في عونك في الحاجتين دول على السوشيال ميديا، في انك عماد عبد الحميد في نظر الناس وفي انه والعربيه الفيرنا. بشكرك جدا جدا الفنانه عادل عناني، كل سنه وانت بألف خير.